السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه أفضل طريقة لطالب انه بيتقن انه يتقن البرامج الهندسية بشكل عام كطالب هندسة مدنية، وشو البرامج اللي لازم يتقنها قبل التخرج، ويا ريت أفضل طريقة لتعلم ذلك. طيب، أحسن طريقة تتعلم أي حاجة إن أنت تمارسها تشتغل بيها، تمام؟ يعني ممكن يكون حاجة مطلوبة منك في الكلية، مطلوب منك تتعمل أوتوكاد، اشتغل بيها بيم، ابدأ تدرب، ابدأ اشتغل مع الفريق بتاعك ان انتوا تجربوا وان انتوا تشتغلوا كتير مع بعض عشان توصلوا للنتيجة اللي انتوا عايزينها. ايه البرامج اللي انت لازم تتقنها؟ يعني لازم مثلا تتقن برنامج بيعمل موديل زي مثلا الريفت او تيكلا، في برامج بالتحليل الانشائي زي ساب زي روبوت، تبدأ تشوف السوق عايز ايه وتبدأ ان انت تتعلمها. ما تعلمش كذا برنامج بيعمل نفس الحاجة، يعني لو في برنامجين واحد بيغني عن التاني اتعلم واحد فيهم بس، مش بكتر البرامج، بمدى اتقانك. انا المهم في الاخر عندي هتطلع المنتج عامل ازاي. يعني لو انت استخدمت 500 برنامج مش تفرق، لو انت استخدمت برنامج الرسام تمام وطلعت لي المنتج ده يبقى ممتاز. لو انت عارف تستخدم الاكسل بشكل حلو تطلع حاجه كويسه يا ريت. انا شفت ناس بترسم بالرسام ده الصور، ما اعرفش اعملها بالفوتوشوب، عنده الموهبه وعنده الابداع وعنده الاتقان وهكذا. فالفكرة هتقدر تطلع ايه، تبدأ تشوف ايه اللي مطلوب منك كمشروع تخرج وكده، وتبذل كل جهدك ان هو يطلع بشكل ممتاز وبشكل يعني في كل التفاصيل الممكنة.